حياة الجبل تختلف عن الحياة في المدن والقرى وحتى الأرياف، فهذه العائلات المغرر بها سكنت الأحراش والمغارات وشعب الجبال، وهو ما توضحه هذه الفيديوهات الحصرية أثناء تمشيط أفراد الجيش للمنطقة. ولتقريب الصورة أكثر، تمكن فريق الشروق تحقق من الدخول إلى أحد المغارات التي كانت تقطن فيها عائلات الإرهابيين. الحياة هنا لا تخطر فيه على بال إنسان رغم تدميره من أفراد الجيش، إلا أنه لا يزال يحتفظ بحالته الأولى. ممرات ضيقة حفرت يدويا، تهوئة ضعيفة ونسبة رطوبة عالية. كنا عايشين في الجبكيت لانا كيما نقولوا نسا عايشين وحدهم، والسرايا تدي في المركز عايش وحده، المراكز عايشين كل واحد عايش وحده في المراكز، دي في المركز وفي المركز، ودي متزوجين عايشين وحدهم، داري الحي وحدهم، هي تاع الرجال وحدهم، المراكز كل واحد المركز كيما نقولوا، كاين الامير، امير كتيبه ولا امير ساريه، اللي في الكتيبه وعنده امير كتيبه، واللي في الساريه وامير ساريه، والنساء والنساء اللي مزوجين هكذا بالعائله في الحي ديالهم، نبنيو القرابه قزير، كل واحد دي مزوج، كل واحد يجيب المره ديالو المؤونه. طلعنا ديريكت للمشتى ديور، كنا ساكنين في الديور تاع الشعب نورمال، في مشات اللي راحوا في الجبل، الناس كاين اللي هربوا من الديور تاعهم، وحنا كنا دخلنا فيهم، كانوا دايرين برارك بالزنق ونرقدوا فيهم. وضع مختلف عن الوضع اللي تحته، كيما كنت في دارنا والوضع تما مختلف، ماشي معيشة تما، ماشي ترقد بالخوف، تنوضي بالخوف، تاكلي الماكلة هذيك بالخوف، الماء تنقل بيديك. أنا ما نكذبش عليك، ما كنتش راضية، يعني لو كان لقيت وين نروح والله ما نطلع، ما لقيت شغل ولا فامي تسمى تاعنا شغل كي يطلعوا لاخر واحد ما يدخلك. تعرفي ما دائما كتوعي عليه، تقول هو اللي جابني هيك، الصراحه جات تقول هو اللي جابني لهنا، لكن انا عايشه كي الناس، ايه تقول انا كان راني كيما الناس عايشه، وكانوا راني في داري، كان انا سبق وداني الاول لداري، كان راني في داري، هذا هو كلامها. السنوات الاولى كانت عاديه ما فيهاش ضغوطات، من بعد بدات اشتد الحرب، كل ما طال الوقت اشتدت الحرب تقوى الضغوطات على الانسان.